كلمة أخيرة نواف الصاعدي، أنت ما تعرف إيش ينتظرك على مستوى المجد الكروي وحتى على المستوى المادي. أنت ما تعرف إيش ينتظرك، ممكن ينتظرك شيء أنت لا يمكن تتخيله أو تتوقعه. ممكن تغير حياتك وحياة أسرتك من وراء كرة القدم. ممكن. وأنا أخاف عليك من شخص واحد فقط. إذا الله فكك من شره أنت بخير. نفسك بس. أخاف عليك من نفسك. لأنه كل أحد حولك راح يقترب منك أو يبتعد عنك برغبتك أنت. وهالبرنامج والله العظيم فيه مواهب مثلك وأقل وأحسن. تكلمنا عنه وفرضنا لهم مساحات. زي المساحة للحين اللي هي تقريبا أول نصف ساعة من الحلقة كلها عشانك. فرضنا لهم مساحات ولا ندري وينهم فيه اليوم. وفي نجوم فرضنا مساحات وتكلمنا عنهم وصنعوا مجد لنفوسهم ولناديهم وحتى حياتهم وحياة أسرتهم. نقول ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك، وننتظر أكثر أكثر من اللي قاعدين نشوفه. مو بالموسم ولا الجاي، توك صغير، عطنا 10-15 سنة، وش اللي يمنع؟ الموهبة موجودة والرغبة موجودة والإمكانيات موجودة. فاصل قصير بعد هنا.